السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا اللي متابعنا. زي ما تعودنا ان احنا ممكن نغيب ونرجع لكم بحاجة تكون مفيدة، وحاجة يكون فيها فكرة كويسة، حاجة ممكن تكون انت عملتها كتير ولكن انت بتشوفها بطرق مختلفة مني او من غيري، فبيكون فيها افادة ان شاء الله ونسأل الله القبول. النهاردة معادنا ان شاء الله مع الكراكليه الدوكو. اول حاجة في الجبس طبعا بعد ما تصنفره ونلقطه معجون وكده بتديله بطانة مط، اي بلاستيك مط يكون نفس اللون اللي انت هتشتغل عليه. هنا مثلا احنا ادينا بطانة مط، بطانة الذهبي، وممكن تصفرها عن كده كمان مفيش مشكلة، بحيث ان انت لما تيجي تدي الذهبي بتاعك تسطر معاك شوية ما تزهقكش في الشغل. بعد ما بندي الذهب الميتاليك بتاعنا ده ذهبي مائي عادي خالص، وبعد كده هنشطب عليه دوكو فورم. بعد ما بتخلص الذهبي بنجيب ممكن تدي سيلر نيترو او ورنيش نيترو، تقلبه كويس وتخليه شحم كده. احنا معانا الشغل ده من البدايه للنهايه كله بالفرش، مفيش استخدام للكمبروسر النهائي. وبتدي وش او وشين ثلاثه للحاجه اللي انت هتعمل عليها الميتاليك. اوعى تدي وش واحد وتشتغل على كده، مش هتشقق معاك ولا هتطلع معاك الشغل المطلوب. عندنا هنا الكواكلي الكبسي بتجيبه، وبتجيب الصبغة الكبسي برضو اللي هي الصبغات المائية ديت، وبتفضي مثلا لو هنضرب مثلا كيلو كواكلي وعاوزين الأسمر، ممكن نفضي العلبة بحالها على الكيلو، هتجيب لك درجة الأسمر زي ما هنشوفها دلوقتي. الصبغات المائية ديت أو الصبغات الزيادية ديت زي ما انتوا عارفين هي بتلون زيت وبتلون من مائي، فهي بصراحة أفضل حاجة أنا لقيتها بتلون الدوكو، بتلون الكراكليه الدوكو. شايفين السواد عامل ازاي؟ أسمر أسمر. أنا حطيت الدوكو على الكراكليه ما جابليش الدرجة ديت، وزي ما انتوا شايفين اهوت بلاك من علبة واحدة ب5 جنيه ولا ب6 جنيه، مش حاجة يعني. زي ما انتوا شايفين التشييق اهوت. بعد ما بتيجي بقى بتلون بتاخد بالفرشة سبعات في تمانيات، المهم ان انت بترمي كمية كراكليه وما تنكش رايح جاي عليها كتير، يعني بتاخدها واحدة جنب واحدة جنب واحدة لحد ما هي بتشقق وبتطلع لك الشكل الفينش ده. وانا اسف ان انا ما جاتش الفرصة ان انا اصور، ما كانش في حد معايا ان انا اصور وانا شغال، ولكن احنا في عجالة كده في دقيقتين تلاتة بنختصر كل الطرق زي ما انتوا شايفين. ده الفينش اهوت. بعد كده هنجيب ورنيش مجموعة بروتان ايا كان بقى، لمعة كاملة 45 مط زي ما انت عاوز. وبعد كده هتدي الشغل بتاعك كله الورنيش بتاعه يقوم يظهر اكتر ويديلك التأثير بتاعه المظبوط. زي ما انتوا شايفين ده كله اهوات الكراكليه ده كله بالمشط كده. بدأنا المراحل كلها بالمشط من اول حاجة لحد النهاية، من اول